عيب عليكي. خلينا ناخد على التليفون عشان مزيد من التفاصيل سيادة العميد محمود القاضي، رئيس قطاع العمليات بالمجموعة الإفريقية المسؤولة عن تأمين مباراة مصر والسنغال. سيادة العميد مساء الخير على حضرتك. ازاي مساء الخير؟ صباح الخير على حضرتك. ما رحناش بعيد يا فندم، ما رحناش بعيد. صباح الاهلي. صباح الخير. صباح الفل. والله الواحد بقى متلخبط صبح وليل. اهلا بحضراتكم واهلا بالساده المشاهدين. اهلا. طيب سياده العميد، يعني حضرتك اكيد سمعتنا احنا بنتكلم وبقالنا فتره ويومين تقريبا كل المنابر الاعلاميه بتتحدث عن يوم الجمعه وهذا اللقاء المرتقب، وطبعا في جوانب كثيره جدا محتاجين ان احنا نطمن عليها. خلينا نروح للشق التاميني والتجهيزات والتنظيم مع حضرتك سياده العميد، اتفضل. طبعا انا الجمعه طبعا مباراه مصر والسنغال ده موعد جديد في جمهوريه مصر مع حدث مهم ان شاء الله ينتهي على خير ونصعد منه لنهايه كاس العالم من هنا من مصر دون الانتظار لمباراه السنغال. انا من خلال برنامجكم انا بحب اوجه شويه نصائح للساده المشاهدين اللي هم هيحضروا المباراه. حضرتك علشان تحضر المباراه لازم يبقى معاك الفان اي دي والتذكره اللي هم مستخرجين من شركه تذكرتي. كويس. طيب حضرتك استاذه هواند حجزتي التذكره بتاعتك درجه اولى او مقصوره وعايزه تعرفي تدخلي الاستاد منين؟ احنا لينا فتره مفيش مباريات كتير في الاستاد واغلبيه الجماهير ما يعرفوش منين يروح الاستاد او ايه البوابه المخصصه. كويس. طيب انا دلوقتي اول حاجه لو كانت التذكره بتاعتي مقصوره رئيسيه او درجه اولى هدخل من باب آل رشدان. باب آل رشدان ده الباب الرئيسي للاستاد القاهره اللي هو مطل على مسجد آل رشدان اللي هو في مساكن القوات المسلحه في امتداد رمسيس. ده الباب الغربي ده يا فندم صح كده؟ يا فندم؟ ده الباب الغربي. ده يعتبر الباب الغربي صح كده؟ تمام. مذاكره في هو فعلا ده يسمى الباب الغربي للاستاد. تمام. ده هيدخل المقصوره الرئيسيه الدرجه الاولى يمين ويسار وعلوي، وبرده الساده الحاضرين اللي مخصص ان هم يدخلوا بعربيات الركوب مخصص دخول من هذا الباب، اي حد معاه سياره وليه تصريح دخول يدخل من آل رشدان. كويس جدا. طيب لو انا حاجز تذكره درجه ثانيه وعايز ادخل اتفرج على الماتش ادخل منين؟ الدرجة الثانية يا فندم هيدخل من باب يوسف عباس، باب يوسف عباس في شارع يوسف عباس أمام محطة مترو استاد القاهرة الخط الثالث، اللي هم الناس بقى اللي جايب المترو ينزل الخط الثالث محطة مترو يلاقي الباب بتاع الاستاد في وش المحطة. هيدخل على مدرجات الثانية الموحدة سواء كان علوي أو سفلي. برضو حضرتك الباب ده مخصص لدخول الزملاء الإعلاميين والصحفيين لأن المركز الإعلامي في الدرجة الثانية. تمام. هيدخل برضو من باب يوسف عباس. طيب كده عرفنا الدرجة الأولى والدرجة الثانية والمقصورة، فاضل لنا الدرجة الثالثة. الدرجة الثالثة متقسمة درجة ثالثة يسار ودرجة ثالثة يمين. لو التذكرة بتاعت حضرتك مكتوب فيها الدرجة الثالثة شمال يبقى حضرتك هتدخلي من مدرجات من باب صلاح سالم. صحيح. ده طبعا المدرج الشهير بتاع النادي الاهلي الدرجه الثالثه شمال، كل جماهير النادي الاهلي سمعانا عارفه طبعا وحافظه الباب ده اللي هو الباب بتاع صلاح سالم. صحيح. اللي هو من عند دار المدرعات وهيئه الاستعلامات منه الى مدرج الدرجه الثالثه شمال. طيب لو انا درجه ثانيه يمين يبقى هدخل من باب الاوتوستراد اللي هو مطل على طريق النصر ما بين نادي الزهور وما بين النصب التذكاري، في شارع مؤدي يدخل على طول على الدرجه الثالثه يمين. طب والاتوبيسات بتاعت اللعيبه بقى والحكام؟ اتوبيسات اللعيبه مخصص ليها حضرتك باب اللي هو من الشارع الجانبي اللي من جنب نادي الزهور، ده بعيد خالص عن مسار الجماهير. وزاره الداخليه فارضه خط سير بعيد عن الاربع ابواب لدخول الاتوبيس اللاعبين واتوبيس الحكام عشان مش في تعرض ما بين الجماهير. كويس جدا. لا يعني دي اول نقطه انا احب اوجهها للساده المشاهدين ان تعرف تدخل منين. كويس قوي. ايه تاني ممكن تانية؟ ارشادات يا فندم اتفضل. نعم. ايه تاني ممكن حضرتك تفيدنا بيه اتفضل. النقطه الثانيه فتح الباب وغلق الباب. انا عندي توقيتات رئيسيه وزاره الداخليه حطاها هي فتح الابواب اعتبارا من الساعه 2 وغلق البوابات الساعه 7. طيب انا عايز اجي الماتش يبقى ما ينفعش اجي ظابط نفسي على الساعه 7 الا ربع واجي اقف قدام الباب. طبعا. هيبقى في نوع من الصعوبه. طبعا. انا عندي وقت طويل، ادي وقت لعناصر الامن سواء كانت في وزاره الداخليه من خارج الاستاد او عناصر الامن الشركه الافريقيه والمنظمين من داخل الاستاد ان هم يقدروا ياخدوا اجراءاتهم لان في تفتيش وكلام زي كده. فانا جاي اضبط نفسي في توقيت خلال التوقيتين اللي هو فتح وغلق اقدر ادخل بسلاسه وبسهوله وبيسر. طب على صعيد بقى الاجراءات الاحترازيه يا فندم، واحنا برضو طبعا لسه يعني لم يخلو الامر من
من المتحورات الكورونية، فهل دي برضو من النقاط المتاخدة في الاعتبار فيما يتعلق بمسألة التأمين؟ طبعا هو طبعا شركة تذكرتي فرض على استخراج الفان اي دي والتذكرة ما يفيد بالتطعيم، يعني هو كل حد داخل الماتش اوريدي احنا متأكدين ان هو واخد التطعيم اللازم للوقاية من فيروس، بالإضافة الى الاجراءات الاحترازية عناصر الشركة هتأكد على ان الناس تلبس الكمامات والتحرص. احنا طبعا خلاص اخذنا من الوعي في الفترة اللي فاتت ان احنا خلاص بقت دي حاجه من عاداتنا اليوميه، موضوع الاجراءات الوقائيه دي بقت خلاص حاجه في طبيعتنا، خلاص الحمد لله قدرنا ان احنا يعني نعدي مرحله التوعيه، الناس كلها الحمد لله بنسبه كبيره بقت بتعمل الاجراءات من نفسها، ولكن طبعا لازم ناخد الحذر في خلال التجمعات. طب انا ممكن اسال برضو سؤال لي علاقه بالتنظيم الخاص بمثلا، معلش لان دي كانت مشكله في الفتره اللي فاتت، مثلا الحمامات هل في اماكن مثلا لبيع زي كافيهات او حاجات كده، لان ممكن يبقى في اعمار مختلفه رايحه فممكن يبقى فيها؟ لا انا بطمن حضرتك ان هيئه استاد القاهره والاداره بتاعت الاستاد موفره كل اللوجستيات الخاصه بتسهيل على الساده المواطنين اثناء تواجدهم في الاستاد، وفي نقاط طبيه كتيرة وعربيات إسعاف منتشرة، ويعني في صراحة اتحاد الكورة واللجنة المنظمة لخروج الماتش ده لبر الأمان عاملة جهود مكثفة من أول توجيه السيد الوزير الشباب والرياضة مرورا بكل جهات اتحاد الكورة، طبعا اجتماعات مكثفة لا شكل. أنا بطمن حضرتك وبطمن السادة المشاهدين إن كل اللوجستيات الخاصة بتأمين المباراة سواء كان طبي أو إعاشة أو ما شابه، يعني كل دورات المياه والأماكن المخصصة لبيع المأكولات والمشروبات كل ده متوفر إن شاء الله. هيبقى يوم جميل إن شاء الله. مش عايزين السادة المشاهدين يبقوا قلقانين من أي حاجة، إن شاء الله يعني يبقى عرس ونحتفل بنهايته بصعود منتخبنا إن شاء الله. يا مساهل يا فندم، شكرك جدا جدا على هذه التغطية والمداخلة سيادة العميد، شكرا ليك. مداخلة مهمة جدا كل اللي تقال فيها في منتهى الأهمية، وعلى فكرة حتى الجزئية بتاعت مين يدخل منين، لأن في ناس كتير بتروح عند الاستاد وتلوش. صح صح، لأن خصوصا دلوقتي أنت بتتكلم مؤخرا تم يعني تجديد الاستاد وبقى فترة طويلة جدا ما حدش راح، ما فيش جماهير بهذا العدد، فلازم كان يتم توضيح طبعا هذه النقاط. لكن في برضه عايزة يعني عايزة أروح معاك لنقطة مهمة جدا، فكرة برضه هنا التأمين في الداخل، يعني الموضوع مش هيتم بالشكل السليم مهما حصل إلا لو الناس التزمت، يعني إحنا علينا شق كبير جدا التنظيم زي ما حضراتكم شايفين، الشركات المسؤولة الجهات المسؤولة بتعمل فعلا اللي عليها، الباقي إحنا اللي علينا نعمله. فنتمنى ونأمل كلنا يعني حتى مننا اللي هيحضر واللي مش هيحضر إن إحنا نكون خايفين على المشهد، نكون حريصين إن المشهد يطلع بشكل يليق بمصر. هي دي النقطة بس اللي إحنا عايزين نأكد عليها. من الحاجات الحلوة في الخطة التأمينية اللي كان بيكلمنا من عليها سيادة العميد، قائمة الممنوعات، تحسي إن هما إيه شالوا من خلالها كل عناصر الشغب عند أي حد عنده نزعة شغب أصلا. الناس اللي بتدخل مثلا معاها اللي عارفة بتاعت الليزر اللي هما بيعموا بيها بقى زمان عين زمان طبعا كانت برضو من ضمن قائمة الممنوعات طبعًا. يعني في حاجات كتيرة. أنا بس حاجة. عندي رجاء واحد لأن ده بيحصل وأنا عارفة إنه هيحصل ولسه هيحصل قدام، في ناس بتروح ومعهاش تذاكر. يعني تاني هقول لحضرات والله الموضوع مضحك بس للاسف واقع يا كريم، في ناس ما زالت بتروح الاستاد وهي ما عند او تروح اي ايفنت وهي ليست مدعوه او معهاش تذكره. بقول لحضراتكم باكد علشان يعني بدل توفروا المعاناه اللي ناوي يعمل حاجه زي كده على اساس ان هو ممكن حد يدخله ويدخل وسط الزحمه، ده لن يحدث لن يحدث. الموضوع في تنظيم ومراقبه شديده جدا، اللي معهوش تذكره بالشكل السليم اللي هو استخرجها منه مش هيدخل. فنوفر بس على نفسنا المجهود والمشاكل اللي ممكن ان هي تيجي جراء هذا التصرف الغير مسؤول، فنتمنى بس الالتزام مش اكتر يعني.